تدريبات عاديه يعني لبعض اللاعبين. في النادي الاهلي ايه الجديد؟ النادي الاهلي النهارده راحه من التدريبات، كان عنده تدريب امبارح، النهارده راحه، بكره هيستأنف تدريباته عشان بيستعد لمباراه شباب بلوزداد. الفريق هيسافر يوم الاربعاء للجزائر، وكنت قلت لحضراتكم ان في اتجاه ان الاهلي يطلع من الجزائر على غانا عشان يلعب ماتش ميديام. الاهلي هيلعب يوم 16 وبعد كده يلعب يوم 23 مع ميديام الغاني، تمام؟ فكان في اتجاه ان الاهلي على طول من الجزائر لغانا بدل ما يرجع على مصر، ورتب كل حاجه على كده وكل التفاصيل تم الاتفاق عليها على كده. اللي تراجع عن هذا القرار هو مارسيل كولر. بالمناسبه كان وسام ابو علي هيسافر مع الفريق لو كان الفريق هيطلع من الجزائر على غانا. دلوقتي اصبح في حكم المؤكد ان وسام ابو علي نظرا لعدم جاهزيته مش هيسافر في بعثه ايه الجزائر. الماتش الاولاني هو بره، ربما ان يكون عنده فرص انه يخش في بعثه الفريق المسافره لغانا بعد ما يرجعوا القاهره من الجزائر، ان شاء الله يكون الاهلي موفق يعني. فالجهاز الفني والجهاز الطبي لسه عندهم امل ان اسامه ابو علي يلحق الماتش بتاع ميديام الغاني اللي هو يوم 23. خلاص؟ فكولر عدل مسار الفريق والبعثه، فالبعثه هتخلص ماتش الجزائر يرجعوا القاهره يومين ويروحوا مسافرين على طول على غانا عشان يلعبوا ميديام. طيب ديانج طمنتكم امبارح على اصابته، وقلت ان كان في اشعه اتعملت وان القصه مطمئنه، بس في فحص طبي تاني بكره لمزيد من الاطمئنان على حاله اللاعب يعني. بس اقول لحضراتكم القصه مش مقلقه خالص بالنسبه لديانج، والامور طبيعيه لان هي كانت كادمه اسفل الركبه. طب بيرسي تاو رجع النهارده الصبح وموجود في القاهره، عنده فحص طبي شامل بكره لان هو كان اشتكى من اصابه ما. لكن خليني اقول لك اصابه بيرسي تاو خبر طازه دلوقتي، هكشف لك الاصابه بتاعت بيرسي تاو، لان في ناس قالت لك خلي بالك ده بيرسي تاو تقريبا عنده رباط صليبي، ده الاصابه كبيره قوي، ده القصه مش عارف ايه، ده الاهلي مخبي يلحق القصه مش عايزين يقولوا عليها. لا، الراجل عنده شكوى من العضلة الخلفية، شد في العضلة الخلفية. ده التشخيص بتاع إصابة بيرسي تاو. شد في العضلة الخلفية، ده خبر طازة أهو. شد في العضلة الخلفية. بكده طبعًا هو مش هيكون موجود في الماتش الأولاني، ماتش شباب بلوزداد. درجة الشد بقى ومدة الغياب وكلام من ده هي اللي هتحدد هل في فرص إنه يلحق ماتش ميدياما يوم 23 ولا لأ. بكرة بقى الفحص الطبي الشامل هو اللي هيكشف عن مدى الحقيقه بتاعت شباب بلوزداد. خلاص هو بره هذه المباراه يعني. خلاص دي اهم وابرز الامور اللي بتتعلق ب الفريق الاول لكره القدم داخل النادي الاهلي.